هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الجزء الثاني من فلوق فرت عيال جدة. للأسف في خبر مو حلو. صاحب الكامري اللي ظهر معانا في بداية الفلوق سوى حادث وتقريبا سيارته انعدمت خلاص، الحمد لله هو قام بالسلامة. غير كذا اللي كنت بقول لكم، ترى العين حق يا شباب، العين حق. إذا شيء عجبكم والله ما أنت خسران شيء، تقول ما شاء الله بس انتهى الموضوع، اذكر الله بس، هذه هي. لكن العين حق، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. ونبدأ الفلوق. محبي للإنترا ما شاء الله تبارك الله، شوف الموتر ما شاء الله. تطلع في الفلوق عادي؟ اي عادي. حياك الله. ما شاء الله، ايش الحركات والذوق واللمسات؟ اعطينا كذا شرح، ايش سويت بالسيارة؟ بس اعطيتها بدي عادي. حلو، خفيف من قدام. تمام. والشبك؟ الشبك الرياضي خلصه. ممتاز. وضفت لها علامة بس خايف. حلو. والجنوط؟ الجنوط السوناتا كانه. لا تشبه السوناتا لكن هي جنوط اي فورت. بالله عليك. أيوة. والله كانه السوناتا الفل. موديل القديم ال 14. ايوه بالضبط. طيب المرايات اسود، حتى السقف اسود. حلو. تمام. اللون كذا لونه من وكاله ولا انت رشيتها؟ هذا بس انه عليها نانو. النانو فرق ما شاء الله تبارك الله، كانك انت راشها. ايوه. طيب الاصطبات سويت لها تجليد. أيوة. اسود اصطبات التيربو نفسه وعليها تجليد اسود. حلو حلو ما شاء الله تبارك الله، شغل مرتب والله. يعطيك العافية. يعافيك حبيبي. يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. والله يا راعي للانترا لكم شغل ثقيل اليوم ما شاء الله تبارك الله. شايفين صراحة عجبتني الحركة هذه، ما ادري اتوقع بديكت فل بديكت مركب. لسه شوفوا ما شاء الله. هنا النظام الصوتي تعال فين رأيها؟ اشرح لنا انت ايش مسوي هنا ما شاء الله تبارك الله. ولا شيء، هذا عندك منظم كهرباء للنظام الصوتي عندي. حلو. عندك اثنين امبليفيرات. حلو. هنا الهيدروليك، هذا الهيدروليك سيستم بمخفي، يعني مخفي طبعا في الشنطة. لا مسوي بشكل ممتاز. طيب طيب هذه ما شاء الله تبارك الله يا اخي، انت فنان، عليك لمسات رايقه. كربون فيبر بس والله ما شاء الله احمر مع الكربون فيبر. هنا الداخليه طبعا السياره فيها ثلاث شاشات كامله مع بعض. السقف مسوي له شموع؟ لا السقف ما سوي له شموع بس مغير لانه يعني بيجي بيج. ايوه لون اسود، ما حبيت الشموع. شوف الداخليه. ها يا رعين الانترا ايش رايكم في تضبيطات الرجال؟ اهم شيء قولوا ما شاء الله اذا عجبكم. طبعا فيها اضاءات كامله بس ما تبان الا الاضاءات المحيطيه. 64 لون بالضبط. ايوه الله يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. محبي للانترا هنا في شغل ثقيل لكم ما شاء الله تبارك الله. طبعا السيارة عليها هيدروليك وجنوط وكليبرات مخادعه وفل بودي كت زي ما شايفين. طبعا الشمعات مغيرها، خلينا نشوف الداخلية ما شاء الله تبارك الله، مغير اللون الداخلي. هذه المقاعد لا ما شاء الله المقاعد مريحة. اقدر اجلس يا ابو الشباب؟ نعم عادي. جلد ايش؟ الماني. جلد الماني بكم؟ 4.5. 4.5 مع الرش مع الدنيا كلها. حتى سوى لك سقف شموع. كل شيء 4.5 ما شاء الله، شغل وكاله. يا ساتر ما شاء الله تبارك الله. راعي الاوبتيما. هلا والله منور، كيف حالك؟ ما شاء الله تبارك الله، شغل احمر. ها احمر. هذه شكل السياره.
محبيل وبتيمة، تحية لكم. محبي الكباس، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. اتوقع اذا شفت الكبوت زي كده اعرفوا انه في اشياء مخبيه هنا، اسرار. هلا حبيبي، الله يسعدك. هذه شكلها تمام. الان بنعرف السياره هذه ايش فيها كميكانيكيا. هذا صورك؟ اهلا وسهلا. طيب السيارة ايش فيها؟ انتاك تفريغ تملك الدس. ايش معنى يعني؟ لا سوما يعرف. السيارة توصل كم حصان؟ توصل احسن من هاك. كم يعني؟ لا خليها مستور. مستور ها؟ الله هذه شغل اسرار. انتبه منه. المشكلة شوف مقفل، شوف مغطي على اللوحة عشان ما تعرفوه. يعطيك العافية. طيب شوف الدوج، دوج شارجر. بس لفت انتباهي هالجنط، اتوقع الجنط هذا مخصص للسباقات و ويل دراج ريس. ويل دراج ريس، يا سلام. دام من العيد تسمع صوت التير يعني. ها الان استوك. الاكزوست انت مغيره صح؟ مغير مخارج بس. حلو. محبي الريو ركزوا على صواميل الجنط. يا ويلك منه. نحب الكلاسيك، هذه السيارات الكلاسيكية. زد يا ولد. شوفوا شوفوا الآن هذه كلها سيارات من فئة زد من نيسان. هنا آخر موديل نزل، اتوقع هذه نسمو. تفتكروا قبل كم يوم كانت معايا واحدة زي كذا، هذا اللون نفس الداخلية. توين تيربو. شوف الان هذه من جدهم توين تيربو. هذه السيارات الرياضية أيام الطيبين، هذا الموديل القديم. السلام عليكم. كم موديلها؟ 16. ايش معدل عليها؟ بس هايدرو. بس داخلية اسود مع احمر. الله تبارك الله. اللون الابيض مع اللمسات الاسود والجنط مكحله باللون الاسود كمان او الرصاص الغامق. جميله. كذا تمت المهمه. ما شاء الله تبارك الله. طيب ما شاء الله تبارك الله. قبل فتره انا جربت السياره هذه، بس انت شايفين هنا بس ما شاء الله شغل شغل مرتب. انت فين مسوي الشغل هذا؟ كله بنفسي حبيبي، في البيت مضبط كل في البيت حبيبي. جاب العده ما شاء الله. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. ما شاء الله تبارك الله، قسم بالله شغل وكاله. انا كنت بسالك، كنت افتكر انك سويتها في الوكاله التعديلات هذه. طيب ايش اللي سويت بالضبط؟ والله اعطيني اعطيني شرح يعني. ما اوكي ما باخش في الاسرار يعني، بس اعطيني كذا على خفيف. هنا هو بس مركب فلتر. حلو. هنا يمين يسار. حلو. مركب اوير كات كام مع الليات حقته. طيب انا ما افهم في الامور هذه كثير يعني، هذه ايش وظيفتها الان؟ هذا يجمع الزيت الزايد في عمليه الاحتراق. حلو. اي شو اسمه زيت زايد يجمع هنا في الاخير النتيجه.
فالنتيجة انه ما يوسخ لك الثلاجة. حلوين حلوين. كلها رشة برضو، جبت رش بخاخ عادي كذا وبس خلاص رشيتها يعني. هذه دحين بخاخ عادي؟ بخاخ عادي. عاد لو شغل الاحتراف ايش بيكون ما شاء الله عليك. لا والله ابدعت ابدعت. الله يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. طيب هنا كمان. طيب هذه فين راعيها؟ لا راعيها المشرف. المشرف. مش موجود؟ غير عادي. شوفوا غير عادي. وهذا موديل قديم. محبي السيفك هذا الموديل القديم، السيارة هذه صراحة مرغوبة ودائما يعدلوا فيها، لكن راعيها مو معدل فيها ولا شيء، لكن ما شاء الله ما ادري هذا التعديل الوحيد ايش تعلق فيها؟ دراجة؟ هذه السيارة اتوقع فيها تعديلات وحركات. الان بنخليه يفتح لنا الكبوت بنشوف ايش في داخلها. ما شاء الله تبارك الله. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش سويت بالضبط قلت لي؟ عليها فل هوايات وكمبيوتر وكام جير وكمبيوتر بي 13. طيب اوكي على السيارة يعني يوم كانت ستوك والان ايش اللي حسيت؟ ايش اللي صراحة الاداء تبع السيارة يعني من ناحية ردة فعل السيارة اختلف. حلو. السيارة صارت مريحة في الخط من ناحية دخول الهواء، من ناحية انه يعني تجاوب السيارة افضل. حلوين. بار امامي طبعا لتوازن، بار توازن امامي اللي هو هذا انت مركبه؟ اي. طيب بعد ما ركبت فرقت معك في المنعطفات نعم. وكذا؟ نعم نعم فرقت كثير، عندي بار امامي وبار خلفي برضو ما شاء الله موجود. تبارك الله. في برضو كذلك باب واحد ها؟ نعم. وبي اي ام 1 هذه فئه الاس اي اوريجينال. ما شاء الله تبارك الله. كم موديل هذه؟ 99. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. طيب شايفين هذه برضو سيفك هاتشباك. تعال تعال يا ثقيل. تعال انت مو راعيها؟ تعال. طيب حط اشارات يمين جنب. ما شاء الله تبارك الله. يقول انت مركب تيربو عليها. تيربو. ها؟ نعم تيربو. كم موديلها؟ 97. تفتح لنا كبوت؟ ضروري؟ يعني نكحل. قولوا ما شاء الله الرجال خايف متردد. لا ما في خايف. تبارك الله. مقدم. ايوه. ما شاء الله تبارك الله. شوف ها شوف التيربو شايفين؟ هنا التمديدات هذه المواصيل كلها تهوية. طيب ايش مواصفات السيارة الان بعد ما ركبت تيربو ولا شيء ولا كل شيء مجهول؟ مجهول. اصفار. الميدان حميدان ها؟ اصفار. ايش طرحت من سيارات طيب؟ لسه ما جرب؟ لسه ما بعد العيد ان شاء الله كذا نعيد مظبوط. بعد ما تعيد مظبوط ها؟ تعيد في الناس بعدين. كيفات ما في انت عارف. ايوه. الله يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. انت يا محبي الهوندا اكيد تعرف السيارة هذه. اسمها اتش ار في. مهبطها ومكحل الجنوط. وبس. لا تروح تركب هذا وبعدين تشوفها. هي ما انها شكلها سيارة عائلية بس انها نفس الوقت تحسها كذا هاتشباك شبابية. شايفين السيارة هذه؟ تمام الوضع عادي صح؟ اوه كيف كذا؟ شوف الشكمانات كيف طالعة. طيب محبي الصني ايش رايكم؟ الجناح نفس تبع لانسر كذا تحسه. اوه نسمو بعد ايش رايكم؟ اوه شوف هنا شغل كوكتيل بحري مع اصفر. اتوقع بس فلتر وبعض اللمسات. شوف الداخلية ما
كوريلا. يا الله زمان عن هالموديل. طيب اصدقاء ابو نهال، اعتبروا نفسكم انكم فزتوا بالمركز الاول، تمام؟ ليش؟ لان احنا شاركنا والوقت المتبقي للتصويت 12 ساعة فقط، لكن الناس الثانيين شاركوا من 4 ايام، تمام؟ فانا اعتبر نفسي اني جبت الاول، وانتم كفو ما قصرتوا بيض الله وجهكم. هذه الجوائز للمراكز الثلاثة، الجائزة الرابعة للجمهور. يا عاد يا عمي يا ابو نهال اسمعك يلا. الشباب المنظمين احب اوجه شكر خاص لحرب الدكران استضافتنا وجمعنا بعض اليوم اجتمعنا كلنا هنا. حلو نبغى نسمع دعس لا مو دحين اصبر حتوصل بلين ان شاء الله تفوت محطه قريبه معنا. وبرضه في ضيوف اليوم نبغى نحييهم، اخونا عبد الرحمن رماد السيارة اللي فازت بالمركز الثاني، سيارة الاخت محمد بوستين اصفر، ما ادري اذا موجود اليوم ولا لا. السيارة المركز الاول فين راح الاسكلد؟ طيب السيارة اللي فازت بالمركز الثالث اسمها الحساب اللي هي هذه الاسكلد الاحمر او المركز الاول، اخذت 1086 لايك ما شاء الله. اول اضافة تجيني هنا تشيل الجايزة. ما شاء الله اللي فاز بجائزة الجمهور راح السيارة هذه، صح برين ترى. الله يبارك لك. يعطيكم العافية يا شباب. هلا والله، صراحة اليوم قابلت أصدقاء أبو نهال كثيرين، شوفوا ما شاء الله عائلة كاملة، يعطيكم العافية. أنت الوالد ها؟ وهذا الابن وهذه الابنة، الله يحفظهم لك إن شاء الله، تشرفت فيكم. الله يسلمك. شكرا لك. Thank you.
وهلا والله. طيب رجعنا للسوسو، والله اني انكرفنا كرف ما بعدها كرف. هلا والله. طيب الان نبغى نفك الهدية، اذا كانت الهدية قيمة يصير اسوي سحب على الهدية. والله التغليف فالهدية صراحة قيمة، الله يعطيهم العافية، شكرا اخوي جعفراوي. طبعا احنا بالنسبة لنا انه احنا فزنا بالمركز الاول، هذا يعني شعورنا. ليش؟ المسابقة لها 4 ايام وانا ما شاركت الا في اليوم الاخير، وباقي 12 ساعة لانتهاء فترة التصويت، فانتوا ما قصرتوا، بيض الله وجهكم، خلال 12 ساعة جبتوا اكثر من 800 لايك، ما قصرتوا. فمدام الهدية انا اشوفها قيمة فخلاص كما وعدتكم هذه لكم انتم، تمام؟ فكيف اكثر كومنت ياخذ عدد لايكات بيفوز. طب ايش السؤال يا ابو نهال؟ الحلبة اللي كنا فيها ايش اسمها؟ اكتبوا لي اسم الحلبة، واكثر كومنت ياخذ عدد لايكات باذن الله هذه الهدية راح اشحن له، بالتوفيق للجميع. طبعا قيمة الكاميرا هذه انا دخلت على جوجل كده على السريع شيكت، قرابة 500 ريال قيمة الكاميرا هذه، فانتوا تستاهلوا، انا كما وعدتكم هذه لكم، وابد ابغاكم تنبسطوا وانا مبسوط كاني فايز بالمركز الاول، لان احنا ما لقينا الفرصة، لكن ابد انتوا ما قصرتوا، بيض الله وجهكم. فجاوبوا وكذا بنت الفلوق اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكن مبتسما دائما في امان الله.